السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك فيها الطريقة لتحضير طحينية لاستعمالها في وصفات الزيادة في الوزن، طحينية ديال السمسم. طريقة بسيطة وهي كتجي لذيذة ويعني فيها العديد من الأنواع، يعني العديد من الاستعمالات. طحينية اللي معروفة بها ديال السمسم، كاين اللي كياخدها حلوة، كاين اللي كيستعملها مع لي سلطات. قبل ما نبدا معكم الطريقة والوصفة، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتنا لأول مرة، قناة جرب حكم، كنتمنى منهم الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بوصفاتنا بشكل يومي فضلا منكم وليس بأمر. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال الطحينيه ديال السمسم لاستعمالها في الوصفات الزياده في الوزن، طريقه بسيطه، تبعوا معايا المراحل مرحله بمرحله. هي اسهل طريقه هي هذه. وبالنسبه للاضافه ديال يعني العسل او السكر فهي تتبقى اختياريه لكم اخواتي اخواني على حسب الذوق. على بركه الله غادي ناخذ الكميه ديال السمسم ديالنا اللي متوفر عندنا في البيت، ونقوم طبعا يعني التنظيف ديالو بطريقه المعتاده، ونقوم بالتحميص ديالو قليلا كيف ما غتشاهدوا معايا دابا. كيف ما كتشاهدوا وضعنا السمسم ديالنا على النار، نخليوه حتى يولي اللون ديالو شويه ذهبي، ومن بعد نقوموا بالازاله ديالو من على النار ونخليوه حتى يبرد، ونوريكم الطريقه كيفاش تحضروا الطحينيه ديال السمسم باش تعملوها في الوصفات ديال الزياده في الوزن. كتجي لذيذه بزاف، وإلا ضقتوها ما غاديش تقدروا تستغناو عليها اخواتي اخواني. وكنتمنى منكم انكم تحضروها بسيطه ابسط الطرق. خليوا هذا السمسم ديالنا حتى يبرد، ومن بعد ارجع لكم اخواتي. كيف ما كتشاهدوا من بعد ما حمصت السمسم ديالي شويه درتوه في الخلاط الكهربائي، وغادي نطحنوا ونرجع معكم اخواتي. كيف ما كتشاهدوا انا طحنت السمسم ديالي، غادي نضيف عليه دابا زيت الزيتون، وايضا على حسب القوام. الا بغيتي القوام معقول شويه يعني ثقيل غادي تقللي زيت الزيتون، والا بغيتي القوام شويه سائل غادي تزيدي قد ما بغيتي القوام، على حسب القوام اللي بغيتي. كيف ما غادي نستعمل دابا، انا غادي نزيد زيت الزيتون. وغادي نطحنو ونرجع لكم. كيف ما كتشاهدوا هذا هو الطحينيه ديالي ديال السمسم اللي حضرت معكم دابا. بالنسبه للنكهه، يمكن لكم تضيفوا معها العسل، ويمكن لكم تضيفوا القليل من السكر، يعني البودره السكر مطحون مزيان، ويمكن لكم تضيفوا يعني كاين على حسب الاستعمالات. كاين اللي كيستعملها مع لي سلطات كيضيف فيها القليل من الملح او البهارات باش يستعملها مع لي سلطات. انا الطحينيه اللي شاركت معكم اليوم هي بالنسبه اللي بغى يزيد في الوزن ديالو يزيد فيها. الا بغيتو تعطوها للاطفال ديالكم ديروا فيها واحد شويه تاع العسل باش تجيهم حلوه، وضروري ضروري تحمصوا السمسم باش يعطيكم واحد النكهه لذيذه ويقبلوها الاطفال ديالكم. اما بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال سهله، غادي نتناولوها كوجبات صغيره يعني بسيطه، نتناولوها على طول اليوم. نقدروا نتناولوا منها معلقه مع الخبز او مع الكيك. هاد الطرق هذه كلها يعني كتزيد لنا في الوزن ديالنا، نديروها كوجبات خفيفه، ونعطيوها للاطفال ديالنا في الفطور وفي الكوتي ديالهم، وناخذوها حتى حنا من 3 حتى 4 المرات في اليوم. الطحينيه ديال السمسم فهي معروفه للزياده في الوزن، يمكن لكم تمزجوها مع اي حاجه حبيتوا انكم تناولوها معها على حسب المذاق اللي استعملتوه. الا استعملتوا المذاق الحلو كتناولوها مع الكيك مع الخبز مع اي حاجه، ولا استعملتو فيها المنكهات مثلا بحال الملح والابزار والتوابل كتستعملوها مع لي سلطات. يعني فيها هناك انواع ديال الاستعمالات بزاف، تيستعملوها الدول الشقيقه العربيه طحينيه، كيستعملوها مع لي سلطات، كيستعملوها مع الحلويات. المهم طريقه بسيطه كيف ما وريتكم دابا. ويمكن لكم الا ما عندكمش زيت الزيتون تعملوا اي زيت نباتي تخلطوا به، يعني القليل من الزيت على حسب القوام اللي حبيتوا انه تكون عليه الطحينيه ديالكم. كيف ما كتشاهدوا هذا هو القوام اللي حصلت عليه. كنتمنى منكم يعني تحضروا الطحينيه ديال السمسم في البيت ديالكم، وتعطيوها للاطفال ديالكم. بالنسبه للاخوات والاخوان اللي بغاو يزيدوا في الوزن وما عندهم حتى شي مشكل صحي، يتناولوها بشكل يعني تدريجي في اليوم كوجبات خفيفه. خلال مرور واحد جوج ديال الاسابيع غتلاحظوا واحد الفرق كبير كبير، لان السمسم فيه مواد زوينه بزاف كتساعدنا على الزياده في الوزن ومعروف. كنتمنى منكم تستعملوا هاد الطحينيه هذه، تحضروها في البيت ديالكم وتعطيوها للاطفال ديالكم على حسب الرغبه يعني على حسب النكهه.
وكنتمنى الناس اللي كيزوروا قناتنا لاول مره يفعلوا الجرس باش يتوصلوا بوصفاتنا بشكل يومي، فضلا وليس بامر. وما تنسونيش بالدعوات ديالكم، واذا كان هذا الفيديو كيستحق الشجاعه ديالكم ما تبخلوش عليا بالشجاعه ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم، جربوا حكم.